نشوف المعوج. أقول شركتنا صار عليها. هلا. نعم. هلا بالحبيب أبو أحمد. يا هلا. هلا أبو عبد الله. ما شاء الله عمرك طويل يا أخي. حبيبي والله. توني ناوي أتصل فيك الحين. إيه إيه مبروك وافقنا على الشركة. أقول أنا آخر واحد تفكرون فيه. ذاك عطيته مصانع الفحم 16 مصنع. احنا كلها شركة كلها 200 مليون دينار. الحين مرتاح؟ اي اكيد مرتاح. الا متشقق بعد. عاد يبين بعينك. افا تعطونا شيء وتتمنون علينا بعد؟ احنا مناقصين هالشعب هذا اللي حاسدنا على كل شيء. عسى ما يصير الواحد عنده مليار الا حطوا عينهم على بيزاته. ها؟ وشعب سكن بيت معطين ومفروض شقة. ها؟ تموين حل من الحليب كل واحد هلمتنا صاير. ها؟ وبدل ايجار وبدل ما يجنوا عماله شبو بحت. انزين انزين والله المفروض تغيرون الشعب. غيروه نعيش بروحنا احسن. احنا ما صدقت اول فتح الباب نبي نسمي الشركه. يلا اختاروا لها اسم. الاسم سهل. نختار اسم. اي كاو يمي كاسور الذهبي. كاسور لا خلها الطبل الذهبي. احسن بعدي. شنو شركه الطبل الذهبي؟ أهل أنتوا صفيتوا الأسامي كلها ورديتوا على الطبل والطيران. علامكم أنتوا فيكم زيران. أنتوا اللي طبل لكم تعطونه وإحنا إحنا نطبل لكم. بعد تبون سمينا الشركة على مزاجكم. تطو كلمني كلمني مرة ثانية. يلا في الله.